هل كان عمال مصنع الغزل والنسيج بمحافظة عدن يعتقدون أن القذيفة التي وصلت إلى ركن من أركان مصنعهم في حرب صيف 94 هي بداية النهاية لأول المنشآت الصناعية النسيجية في عدن، غير أن المصنع وقبل الحرب هذه بعام بدأ أول دورات الانتكاسة الانتاجية. الحرب فقط أخرجته من دائرة الاهتمام الحكومي ولم تضع بينه وبين النهب والإهمال حدا وفاصل. نحن قد شعرنا من ذاك اليوم أنه عندما تم تحويل بعض الخطوط الانتاجية منها إلى صنعاء، شلوا آلات من حقنا الآلات إلى صنعاء، وبعد القذيفة تمام تم شعرنا أنه هذه نهاية بالنسبة للمصنع، أنه بيتحول. وفي في في كلمات أخرى يقولوا أنه المصنع يعني سيباع تمام، كل يوم ينهار ينهار أفكارنا وتنهار مشاريعنا وتنهار طموحاتنا، تنهار نتيجة التوجيهات اللي نسمعها أو وفي الأخير يعني حاولنا بقدر الإمكان أن نوصل رسائلنا إلى النقابة وإلى وزارة الصناعة ولكن لم ينفذ أي حد ولا الآن. الآن فقط استحق أحمد مناداته بمدير المصنع، وقد قضى عمرا بصفة عامل في الواقع لا يسمع أحدا يناديه بذات الصفة، لا أحد هنا ولا صوت، لا صدى للآلة، هو فقط يوقظ العناكب التي نسجت من كرات القطن بيوتا على بكرات التنشئة والتحويل والتدوير. فيما الأرض تنسج مشروعا توسعيا على جميع أقسام المصنع. في عام 2001 أعيد ترميم مصنع الغزل والنسيج بعدن، وفي عام 2009 أحيل الكثير من عمال المصنع إلى التقاعد دفعة واحدة. في 2012 توقف المصنع تماما. أحمد الصوب المدير الجديد في كل صباح يتنقل بين 16 قسما مصطحبا كشاف منزله يحصي ما تم نهبه وتدميره، وكل هذا الخراب الذي صار به المصنع عديم الجدوى، لولا إصراره على إنقاذ ما يمكن إنقاذه لما تمكننا من الدخول. إذ أن هنالك إصرار آخرين على إفلات حال المصنع من أصابع الكاميرا الصحفية وإغلاق الباب إلى الأبد على مسرح جريمة وطنية يختفي صيتها مع الزمن. هذه الصالة تضم آلات الكرد والسحب الأول والسحب الثاني والغزل الغليظ. عدد آلات الكرد 20 آلة والبرم 6 آلات، وهناك آلتين سويسريتين جديدة. كل هذا القسم بكل الآلات التي فيه تم تشريح كل المحركات الكهربائية بالأضافة للأسلاك الكهربائية، الكابلات الكهربائية، كل ما فيها بالأضافة للقطع والمحركات والمفاتيح، تم كلها تشريحها بالكامل. والآلتين السويسريتين الجديدتين تم تركيبهما في عام 2003 وكان إنتاجهما عالي للغاية جدا، وآلات إلكترونية حديثة. تم شراءهما بما يقارب 46 مليون ريال، لأن كل هذا الآلات اللي في هذا الصالة لا تعمل نهائيا نتيجة للتشليح والتدمير والسرقة والنهب اللي طالت هذه الآلات في هذا الشعب. التجول في أقسام وشعب مصنع الغزل والنسيج فرصة للتأمل على الزمن الذي توقف، بيد أنه خطر للغاية. الظلام دامس حيث لا كهرباء، وعصابات النشل والسرقة حطمت الكثير من مكونات المصنع في الممرات وعبثت بأرضية المكان. على طول سنوات التنقيب عن الكابلات الكهربائية، السرقة بدأت أول السرقة بسرقة الكابلات وتم الإبلاغ للجهات الأمنية، ولكنها تطورت يوم عن يوم، لأن المصنع بعد ما تم اغتيال أحد حراسة المنشآت رفضوا يعطونا حراسة نهائي، وبقي المصنع بدون حراسة وبدون رقيب، مشندق الأبواب مشندقة ومن أجانه. آلاف العاملين والعاملات كانوا هنا منذ عام 1975 يشتبكون بأناملهم مع متاهة من الآلة. اليوم تختلف نظرتهم،
لواقع المصنع عن نظرة الآخرين. إن وضع الضحية ليس فقط تعبيرا عن الصدمة. بلغت تكلفة شراء الآلات لمصنع الغزل والنسيج بعدن 4 ملايين دولار، إذ كان مشروعا اقتصاديا استراتيجيا دارت طاقته الإنتاجية بورديتين ضمت أكثر من 1000 عامل وعاملة، ونوعية إنتاجية توسعت إلى 8 أنواع منها ملابس الجيش وطلاب المدارس والملايات والشاش الطبي وغيرها، وصولا إلى إنتاج المعاوز بأفخر خامة. استقر على 700 عامل بنوبتين صباح وظهر، والطاقة إنتاجية 3 مليون متر بالسنة، من ينتج من أنواع القماش القمصان والكاكي للجيش والشاش والملاثم والويلات، وفي الأخير تم إنتاج معاوز وبأدوات خارجية. هو المصنع الذي أجاد تجربة في النجاح والكسب الاقتصادي، فهل كان عليه أن يتأقلم كيف يجيد أقصى صورة للخسارة والدمار؟ كيف أبقى جزءا حيا من قوامه الميت يدون قائمة المسروقات منه والأيادي التي سرقت؟ تم تشكيل لجنة من قبل المحافظة والمنطقة وتم تسليم المصنع. فعندما وصلنا إلى المصنع وجدنا هناك سرقة ونهب كبير، يعني تقدر بمليارات الريالات. فلقينا القبض على مجموعة من هذه العصابة اللصوص وسلمناهم للجهة المختصة. وهناك بلا شك أن هناك في وراء هذه الأحداث ناس كبار يعني لهم هدف. عامل الزمن ليس شأنا ذو صلة بما حل بمصنع الغزل والنسيج بعدن. هكذا يرى من خبر الصناعة النسيجية. ذلك ما يعني أن الماكينات التي تم بيعها بثمن بخس بموافقة الجهات المختصة في نظر فنيي المصنع نهب لا يقل فداحة عن تلك التي تم تشليحها. نعم، باع عدد آلات من النسيج وهن 200 ماكينة للقطاع الخاص في الحديدة والرباط وشبوة وأماكن أخرى، والآن حاليا تشتغل طاقة إنتاجية ممتازة. فقد باع الآلة ب40,000 ريال بينما قيمتها 750,000 متر، و40,000 لا يساوي قيمة الدينامو المحرك حق الآلة 40,000. الداخل إلى أول أقسام المصنع قسم الغزل، حيث شعبة الفتح والتنظيف وآلات سحب القطن، إلى آخر أقسام مراحل الإنتاج. يتعلم أن أشلاء الأشياء أكثر إيلاما من انتهائها. في هذه الشعبة لعب الناهبون مع المصنع لعبة نيرون، أحرقوا عددا من البكرات ونهبوا محركات آلة السحب. الشعبة هذه تخص آلات الفتح والتنظيف، وهي البداية في قسم الغزل وبشكل عام في مصنع النسيج بشكل عام. نسحب البالات القطن المادة الخام من المستودع الخاص بها لهذه الآلات وتلف في بكرات. هذه الآلات الثلاث تم تشريح كافة المحركات فيها الكهربائية والكيبلات، ولم يبقى فيها أي محرك. الذي ننقل منها البكرات الجاهزة إلى آلات الكرد. الآن هذه الآلات كما تشاهدوها الآن لا يوجد فيها لا محرك ولا قطع غيار. وكانت هناك تقريبا 8 بكرات مركبة واقفة تم حرقها بالكامل. لا ندري ما هو السبب وما يدعي لحرق القطن، والحمد لله أن القطن من الحرق النار فيه ما تصلش إلى الفوق، تكون في الداخل، ولا كان المصنع حرق. كانت مواد الخام لمصنوعات مصنع الغزل والنسيج بعدن قطنا 100%. حينما بدأت عدن التسلل إلى الانفتاح الاقتصادي في بداية الثمانينات من القرن الماضي، حصل المصنع على استقلاليته ماليا وإداريا. في عام 1992 تسللت فكرة أن القطاع العام أصبح غير مبد إلى القيادات العليا. أحس العاملون حينها أن القطاع الخاص ينال من مصنعهم، ومع الوقت أدركوا أنه الفساد السياسي. برز ذلك بوضوح بعد استئناف عمل المصنع عام 2001، مرحلة المكايدات السياسية، أو هكذا يقول العمال. القطاع الخاص كان يوميا ينسق مع قيادات انه من الضروري افشال المصنع مشان يستوردوا الاقمشه
وعملوا مع جهات من الوزارة على أساس أنه هذا المصنع غير مجدي، وأنه يعني ممكن إحالة العمالة إلى الصندوق، وأنه ممكن يستفاد منه بالقطاع الخاص ويشغله، لكن دون جدوى أفشلوا المصنع ولم يعمل أي حل للمصنع مشان إنتاجه. ومن مدير إلى آخر وعلى درجات متفاوتة من شرعنة الفساد، دخلت الكثير من مكونات المصنع مرحلة البيع بالمزاد العالمي. جاء رئيس الجمهورية زيارة إلى المصنع، وقد وصلوا فكرة إلى الرئيس بأنه هذا المدير لم يريد تشغيل المصنع كونه اشتراكي، وأنه لو جبنا واحد ثاني بالإمكان تشغيله. والرئيس سأله وقال إن هذا المصنع بحاجة إلى تطوير، بحاجة إلى أدوات، بحاجة إلى أدوات مساعدة للعمل في الطاقة الإنتاجية القصوى. وقال له أنت الآن معزول، واتخذ قرار بحقه، وتم تعيين مدير لا له علاقة بالصناعات النسيجية ولا يفهم بالدائرة الاقتصادية، مما أدى إلى توقيف المصنع وتشغيله ب 35 ألف متر بالشهر بدل من بالشهر 300 ألف متر. أما مرارة المدير الجديد فسببها السري أن المنشأة التي قضى فيها عمرا عادت به إلى أطلالها في قسم الغزل الرفيع وتحت درجة عالية من الحرارة والظلام. دار الحديث بيننا كيف تم سرقة 36 محركا، كذلك المفاتيح الكهربائية. نحن الآن في قسم الغزل الرفيع، عدد الآلة فيه 36 آلة، عدد المحركات فيها 36 محرك، وتشاهدون المحرك الآن بالصورة. هذه المحركات هنا، عدد الآلات هنا في هذا الاتجاه 18 آلة، 18 محرك تم تشليحهم بالكامل وسرقتهم، بالأضافة للجانب الآخر توجد فيه 18 آلة كذلك 18 محرك تم تشليحهم بالكامل، بالأضافة إلى المفاتيح الكهربائية والكيبلات والوايرات، يعني كل ما هو كهربائي تم نهبه وتشليحه. الفكرة التي لم تفارقنا ونحن نوثق النهب والعبث الذي طال مصنع الغزل والنسيج بعدن هي أن هناك ناهبون عابرون حطموا كل شيء يحتوي على مادتي النحاس والصفر، وناهبون منظمون محترفون في سوق التشليح وأوزان الحديد. ما زلنا في قسم الغزل الغليظ، تفيد الصورة كما هي الأرقام أن 20 آلة تم تشليحها. هذا هو مصنع الغزل والنسيج، إحدى أهم المرتكزات الاقتصادية في العاصمة الاقتصادية عدن. هو موجود وعلى كل حال، لكن في ثلاث حالات، إما منهوب أو مدمر أو خارج عن الخدمة، لكنه موجود في العودة، موجود في هذه الأحلام لدى العاملين ولدى الاقتصاد اليمني. في الحقيقة وحسب إفادات من التقيناهم، لم تكن خطوة إعادة تشغيل المصنع منذ وضعه تحت إشراف مصنع صنعاء إلا تدبيرا لبيع بعض من محتوياته، وبمبررات أنها راكدة ولم تعد صالحة في العملية الإنتاجية. هذا هو مستودع قطع الغيار، تم إحراقه في ظروف غامضة بعد أن طالته تدابير البيع بقيمة الوزن بالكيلو. عندما كان هذا المدير يرفع تقارير مغلوطة إلى القيادات في الوزارة بأن هذه الآلات غير صالحة للتشغيل وأنها متوقفة منذ 20 سنة، وهذا كلام لا له أي أساس من الصحة، المكاين كلها شغالة والآن حاليا وأخذ إذن من الوزارة بعد أن وصل إليها الفكرة بأن هذه الآلات غير صالحة وأنه ممكن الاستفادة منها بالمبالغ في شراء أقطان، ولكن هذا كلام لا له أي أساس من الصحة. فهو يعمل على بس تشغيل العجلة فقط، قال مش ضرورة الطاقة الإنتاجية، ما هو إلا يعني ما يصير تشغيل العجلة قدام الناس ويستفيد من المبالغ حق الآلات له شخصيا. هنا فقط للذكرى، جانب من إرشيف مصنع الغزل والنسيج بعدن، على الجدار يذكر الرسم البياني لحركة الإنتاج في تاريخ المصنع. في الواقع الآن المكان يصعب تسميته. الحماية الأمنية ليست أول مفقودات مصنع الغزل والنسيج بعدن، لكنها الحلقة الأهم التي تركته وحيدا في مجرى الأطماع
وإلا كيف تم سرقة الشبكة الكهربائية وتدمير محطة الضغط العالي من الكابلات إلى مفاتيح الإضاءة؟ وقعنا بأن الكابلات الممدودة من المحطة الرئيسية إلى المحطة الفرعية في قسم النسيج اللي تغذي الأقسام اللي هي الضغط العالي والضغط المنخفض، يعني كل الكابلات مشلحة ومسحوبة من تحت الأرض، والخط الرئيسي اللي ممتد من المحطة نفسها إلى قسم القزل والأقسام الشعب الثانية، من تحت الأرض كل الكابلات غير موجودة، وتحطيم محطة الضغط العالي والمنخفض نهائيا، شلحوها تشليح كامل خلوا رجعوها هيكلة، وحاولنا أن نبند المنافذ بالبردين وبعض الأبواب باللحام اللي قدرنا عليه بوفقنا لإمكانياتنا، لأن ما عندنا سيولة نقدية ولا عندنا موادنا حتى نكمل بقية المنافذ. في المصنع وقائع تتجاوز فهم ما الذي حدث إلى كيف حدث هذا. هنا اثنان من المولدات الكهربائية، أحدهما يمكن أن يغطي مدينة المنصورة والقاهرة بالتيار الكهربائي، لم يبقى منها سوى الهيكل. تم العبث بها من قبل الباحثين عن النحاس والمعادن الثمينة التي تحتويها. نحن الآن في محطة الكهرباء، الطاقة الكبرى والطاقة الصغرى، وهذه المولدات الاثنين الذي أحدهما بقوة 1000 كيلو فولت أمبير والآخر بقوة 700 كيلو فولت أمبير، تم مع تأسيس المصنع في عام 1972 وبداية التشغيل في عام 1974 تم قلب هذه المولدات للمصنع، والتي كما تشاهدون الآن تم تخريبها بالكامل ولا عاد تعمل ولا يمكن العمل بها، ضروري من إيجاد مولدات جديدة. نهبوا كل النحاس اللي داخل بطن المولد، في داخل كمية من النحاس تقريبا قد تتجاوز 5000 كيلو في الواحد نحاس، تم نهبها بالكامل الأساس، يعني بدأوا ينبتوا الأساس الحاجات الثمينة الغالية مثل النحاس والكيبلات والمركات. بالنسبة لهذه المولدات تم نهب بالنحاس لأن كمية النحاس فيه بكثرة قد تصل إلى 5000 كيلو في الواحد المولد الواحد. نقابة العمال تقول إن مسعاها في الدفاع عن المصنع واجه عسفا إداريا وصل إلى منع الناشطين من دخول المصنع، وأثمرت شكاويهم ذات مرة إلى توقيف بيع آلات المصنع سابقا ومن قبل السلطة المحلية بعدن، غير أن النهب استمر بأياد مجهولة. كنا نحتج باللجنة النقابية فأعطى أمر ممنوع دخول المصنع نهائيا، منع دخول المصنع نهائيا. جبت رسالة من عبد الكريم شايف وتوقيف شراء الآلات وتم بيعهم فوق ونحن نتفرج تمام، وأنا قد كنت حدثتهم في الشرطة بأخر مكسب لمدة 8 أيام ورجعوا سمحوا له وباعهم إلى القطاع الخاص في الحديدة، وبعد ذلك تم إصدار أمر بمنع دخول المصنع نهائيا لمدة 8 أشهر، حتى أجا من صنعاء، جبت رسالة من صنعاء بالسماح لي، وبعد ما دخلت المصنع أحالني إلى التقاعد بناقص 2 سنين و7 شهور عن الخدمة، بينما ومش إلا أنا وقيادات معي ليان معي فيصل أحمد عبد الله وناصر القعام وفاضل عواض وعبد العزيز النامس، قيادات كلها بالنقابة. أول حالات النهب والتدمير لمصنع الغزل والنسيج بعدن بدأت بسرقة الكابلات الكهربائية الممتدة من المحطة الكهربائية المركزية إلى جميع أقسام المصنع. والله في قضايا هناك، في ناس مقمم القلقب عليهم في النيابة الأموال العامة، ومن ضمنها يمكن تقريبا مدير السابق للمصنع يعني مطلوب وإلقاء القبض عليه قهري، هذا حسب المعلومات. وهناك ناس آخرين يحاكموا الآن في نيابة الأموال العامة بتهمة السطو والسرقة على هذا المنشأة الهامة الحيوية الذي كانت تمثل يعني لقد رافد اقتصادي، في نفس الوقت كان هناك أكثر من 2600 عامل، يعني هذا بعدهم أسر كبيرة، فأصبح الآن ناس عاطلين. يعني كان مصنع الغزل والنسيج مفخرة عدن الاقتصادية، إذ كان درسا يدرس في المدارس فيما يبدو اليوم وقد بلغ عمرا طاعنا من الخسارة، لا يدري قيمة ما بقي في حوزته من آلة الإنتاج. في قسم النسيج نهبت المحركات بالكامل، وفي كل شعبة من شعب الإنتاج يستعرض المصنع حجم خسارته. نحن الآن بالقرب من آلات التنشئة التي نقوم بتركيب البكرات الجاهزة عليها، والتي نقوم بتقويها بواسطة النشاء
والشحم نظم مادة النشاء والشحم بواسطة البخار، مهمته يقوم بتقوية الخيوط. الآن مثل ما هو حاصل التخريب الكامل أمامكم، تم تشليح كثير من القطع الغيار عليها، وتم أهم حاجة اللي هي المحركات الكهربائية تم تشليحها بالكامل، بالإضافة إلى تم تشليح الكيبلات الكهربائية بالكامل من هذا القسم، وأصبحت متوقفة لا يمكن العمل عليها بعد أن تم تشليحها بالكامل. في هذا العهد دخل مصنع الغزل والنسيج بعدن في الظلام، يفكك نسيج قصته خرابا لعين الصورة. حاصرتنا الكلاب حينما انتقلنا إلى محطة التكييف المركزي بنوبة من النباح كشاهد يريد أن يبرئ ذمته. في المحطة ذات الصنع الأمريكي التي تم شراؤها ب700,000 دينار عام 1988 كان النهب أشد فتاحة. هذا شعبة التكييف المركزي بملحقاته، عدد المكيفات 2، صناعة أمريكية، وتم تركيب هذا المكيف من قبل شركة فرنسية في العام 88-89. سعر التكييف المركزي بالكامل مع ملحقاته 2,100,000 دولار في هذا الحدود، وهذا جزء المكان اللي احنا فيه جزء من التكييف المركزي، وتتبعه ملحقات موجودة في الصالات الإنتاجية من مكان ضخ ورش البرود والكيبل كهرباء. تم تشليح هذين الجهازين بالكامل، وخاصة توجد فيها مادة النحاس، بالإضافة إلى المحركات الكهربائية وكافة الكيبلات الكهربائية تم تشليحها، بالإضافة إلى ذلك أن تم نهب ملحقات التابعة لهذين المكيفين في الأقسام الإنتاجية في قسم الغزل والنسيج والشعب الأخرى. فيما مضى كان لمصنع الغزل والنسيج بعدن الورشة الميكانيكية، 4 آلات خراطة، آلة تفريز، وقشاطة، ومنشار كهربائي وغيرها، كلها نهبت وشلحت. لدى مدير المصنع الجديد إصرار وتحفز على إعادة تشغيل المصنع، لكن اليد الواحدة لا تصفق والمصنع لا يبدو بكامل ترقبه لذلك. بعد اللي حاصل الآن لا يمكن إعادة ترميم أو تحديث يعني بشكل، لا يحتاج إلى تحديث كامل. والاستفادة من هذا التحديث إلى تشغيل العمالة البطالة المتواجدة من جميع المخرجات التعليم. في هذا الوضع تماما أيهما السؤال هو الأقدر بالإجابة عليه أولا؟ من أوصل مصنع الغزل والنسيج بعدن إلى هذه المشيئة؟ أم كيف يلقى المصنع حقه في إعادة الإعمار والتشغيل؟ التحديث الشامل هو إعادة الكهرباء أولا، كقاعدة كاملة شاملة، بنية تحتية للكهرباء، آلات نسيج كاملة، آلات قسم غزل متكاملة وتوابعها في كل المجالات الإنتاج، آلات سباقة وطباعة، فهذا يعطيك وحدة متكاملة لإنتاج أقمشة حقيقية تقدر تنافس فيها بالسوق، أساسا إلى الأقمشة المستوردة من الخارج. في الوقت الحاضر هناك 3 شركات خارجية تقدمت لتأهيل المصنع، وهناك العديد من التوجيهات الرئاسية لتطوير المصنع لم تنفذ. يعني بإمكان الدولة ممثلة بوزارة الصناعة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية المشير على عبد الرب منصور هادي أن يصدروا قرار في تطوير المصنع، ويستفيدوا في تطوير المصنع من الجانبين، تشغيل التريكو والمعاوز والشاش الطبي والقمصان والكاكي، بالإمكان الاستفادة من خبرات أخرى من بلدان أخرى بعد استيراد مكاين جديدة. تمام، لأنه الآن قد بعض الآلة قد نهبت والكابلات والولات. بمزاج موجوداته المبعثرة والمحطمة والمنهوبة، وكذلك القطن المنفوش والمحروق، وسكون الماكينات المنهوبة والظلام الدائم، يغرق مصنع الغزل والنسيج بعدن في العدم. ومن ثغرات النور يتأمل من يمسح عنه الظلام وخطى الذين تناوبوا على نهبه وإسكاته.